جمعنا هكذا ما حبيبنا رسول الله يا ربي شوف اللي عمرهم سخطر هذه الصدقه على الوالدين الله يرحمهم الله يبلغها لهم في اطباق منه الله يجعل سيدنا ربي يجعلهم مع رسول الله والدينا والديكم اجمعين الله يجعلهم مع رسول الله الله يشفي مرض المسلمين وصلى الله على حبيبنا محمد. سأحاول بإذن الله تعالى في هذا اللقاء ونزولا عند رغبة الكثيرين وخاصة ونحن نعيش مع شهر محرم الذي ارتبط في أذهان المغاربة بركن من أركان الإسلام هو إخراج الزكاة ولذلك فإن الهاتف لا يكاد يتوقف على الرنين وكل الأسئلة إن لم أقل كلها كلها إن لم أقل كلها إنما تنصب حول قضية الزكاة. واسم هي الزكاة؟ واسم هي شروط الزكاة؟ ولم نعطي الزكاة؟ أجر الزكاة؟ فسأحاول بإذن الله أجيب عن هذه الأسئلة الملحة باقتضاب شديد وبدون الدخول إن شاء الله تعالى في الخلافات الموجودة خلال المدارس الفقهية التي تلقتها الأمة بالقرن. صلوا على الحبيب. ايوا سيدي نبداو النقطه اللي ولا واش هي الحكم ديال الزكاه. اش هي الزكاه الوقت الحكم تاعها واش هي؟ ركن من اركان الاسلام بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ثم واقام الصلاه، ثم وايتاء الزكاه، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهو ركن الإسلام، أي الإسلام يقوم عليه، يعني هما بيليات البيليات اللي ما يخرج الزكاة ومتوفرة فيها الشروط معناه راه باني على غير عماد على غير أصول، فبناؤه منهدم لا محالة طال الزمان أم قصر. شوفوا انتم شوفوا الله يرحمكم. الله تعالى سبحانه قرن في أكثر من 30 آية في القرآن بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى قال العلماء زيد من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لا يقبل الله له صلاة. شنو الخطر المجد؟ من أقام الصلاة زيد ولم يؤدي الزكاة لم يقبل منه الله إقامة الصلاة. علاش؟ لأن الله ربط بينهما في آية واحدة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن صلى ولم يتبعها بإقامة بإيتاء الزكاة فكأنه لم يصل. علاش؟ لأن الصلاة حق الله على العبد، وهذا الحق لا يتأكد إلا إذا كنت ممن يعطي حق المخلوق. الله تعالى ما يقبلش حقه عليك الا اديت حق الضعيف. لا اله الا الله. ولذلك فهي من اركان الاسلام اللي ما ادهاش جحودا معروفه، ما معناها جحودا لا يؤمن بها، فهو قد انكر من الدين من المعلوم من الدين بالضروره، وانكار المعلوم من الدين بالضروره هو خروج عن المله. اما الذي لا يؤديها جهلا أو تكاسلا فهذا أمره يعالج، عالجه الإسلام. فالجاهل يعلم زين والمتكاسل زين، تؤخذ منه عنوة، لأن أخذ الزكاة هي من الواجبات التي يجب أن يؤديها شكون؟ الحاكم. قال تعالى في كتابه الكريم من سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام: اللي فرضنا عليه الزكاة وخلصها يدعي معاه الله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، واللي ما بغاش يأديها وهو مسلم تأخذ منه عنوة زيد وعقابا له وشطر ماله. يديو الزكاة نتاع ذاك العام ويديو النص نتاع المال ديال علاش؟ علاش؟ عقابا له لجحوده بأمر من أوامر الله. أكبر الله أكبر. إذن هذه إن شاء الله تبارك وتعالى مسألة حكمها. أما الحكم منها فهي كثيرة جدا،
ويكفي أن الله قال في الحكمة خذ من أموالهم صدقة، على ما الحكمة؟ تطهرهم بها وتزكيهم بها. ما معنى تطهرهم بها؟ أصل هو التطهير المقصود هنا في الآية ولا الوقت اسمه التطهير؟ تطهير نفوس الناس خاصة النفس المعتبات من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتطهير نفس المعطالة من الحقد، فإنه قد يحقد على الغني إذا لم يجد به مما أوجبه الله عليه في ماله الذي استخلفه علن للفقير، فهو يوصل خلي يحقد. فهو تطهير لقلب المعطالة من الحقد ومن الطبقية ومن البغضاء في المجتمع يا كازين، وهي تطهير لمال المزكبات من الحرام، لأن بقاء مال الله في مال استخلف الله العبد فيه هو حرام، يهدم المال كله. لو كان يبقى عندك شيء دون تاع الزكاة وما تخرجوش في المال الذي استخلفك الله فيه، قد يأتي عيادا بالله على مالك بالمحك. واحد عدد كتسيب عنده الحانوت معمر وما يخرج الزكاة، يجي فار باش الفار عباد الله يش عنده النار كاملة، يبقى يقول علاش انت خليت النار وخليت حقوق العباد في مال الله الذي استخلفك عليه. إذا أنت يا عمرو والعياذ بالله ما تكون عندك البركة، وما تكونش عندك البركة في الأولاد، خاصك تخرج هذا سم بالنسبة لك أنت، راك عاد سم 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 عندك، قلعو طهر مالك. فهو تطهير لمالك من الحرام، لأن استبقاء حق الله ومنعه من إعطائه لأصحابه هو حرام ويمحق ماله. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالحرام يمحق الله بركته. ولذلك واحد عدد من القوي في الأسواق يتحرقوا لبعض بعضهم بعض القوي يقولوا احنا ما نخرجوا الزكاة، احنا ما نخرجوا الزكاة، احنا ما نخرجوا الزكاة. إذا فهو تطهير زين لقلب المعطي من الشح، ولقلب المعطى له زيد من البغضاء، وتطهير للمال من بقاء الحرام. علاش حرام؟ لأنك لم تخرجه بأمر الله لأصحابه، حال تاع أصحابه وراح عندك كذلك. الله 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 الله. المسألة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى، وتزكيهم بها، هذا تطهير. وتزكية شويه هي النماء، هي تطهير زيد ونماء. ما معنى النماء؟ أي أنك إذا أعطيت حق المسكين من مال الله الذي استخلفك فيه، واسمه يبقى عنده الفلوس باش يمشي يشري، ومنين يمشي يشري واسمه يدير، تزداد الإنتاج، ومن اللي زاد الإنتاج واسمه يزداد الاستثمار، ومن اللي زاد الاستثمار يزداد الادخار، وهكذا تتحرك دوالي بالاقتصاد، ففيها تزكية للاقتصاد ونماء للخير في المجتمع. فالزكاة من أعظم العلاج الذي وصفه الله تعالى للفقر وللركود الاقتصاد. الله 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 الله. الثالثة إن شاء الله تعالى من الحكمة، اسمه اسمعوا في هذا ونشوف المسائل الأخرى المهمة. قال عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، خرج علينا رسول الله نحن معاشر المهاجرين، فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. سيدنا يقول يا ربي يا ربي ما تدركوش يا أصحابي هذه الحالة اللي تكون فيها الأمة. من هواسمه، ما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. إخراج الزكاة إذا لم يتم من قبل الأمة عاقبنا الله بالجفاف. والملآن أنت تحفر هو يزيد يهود، ومشكلة العطش والجفاف ومشكلة التصحر هي من نتائج وآثار من حق الله في مال الله الذي استخلف الله عباده. مال الله وزيرت عليه، خرجوا الزكاة يا أصحاب الأموال، أقسم بالله ما ضاع مال إلا بضياع الصدقة. ووالله لو أخرج المسلمون الأغنياء زكاة أموالهم وأعطوها لمن هم في أمس الحاجة إليها ما بقي فقير شحات على الأرض، ولا بقي عبد لا يجد المأوى، ولا بقي عبد لا يجد الدواء، ولا بقي عبد يشكو المسغبة قط في مجتمع المرحمة. ولكن لا إله إلا الله، اللي عنده ما يفكر في الأخر، والكرش الشبعانة ما تلهم الجيعانة. أتعرفون أن بعض بلدان المسلمين دخلت إلى ما يسمى بالمجاعة
وعندنا الدول ما جات عندهم الخضره، الصومال، اثيوبيا، اريتريا، هذو قاعدين تتوسم رغم الناس يموتوا بالجوع. ومعايير الامه التي يمنع المسلم يتحدث عنها من مداخل الارض والبحر، وهذا الموقع الجيوسياسي استراتيجي، ومع ذلك تجد المسلمين يموتون بالجوع. هل هذا هو حال امه رسول الله؟ امه رسول الله امه التكافل. قال عليه الصلاه والسلام: مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء السائر والحمى. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ينوه بالاشعريين وهم اهل اليمن فيقول: الاشعريون مني وانا منهم، كانوا اذا ارملوا معنا ارملوا اصابهم الجفاف والمسغبه، ياتي كل رجل بما عنده في بيته فيجمع الكل في كومه فيقسم بينهم بالسويه فهم مني وانا منهم. سعدات اللي يعمل في هذا المجال. اذا هذا تكلمنا ان شاء الله عن الحكم وتكلمنا عن الحكمه، وقلنا الحكمه الخطيره زوج، فلوس تاع الزكاه باقي لك المال حرام يجيبوا لك الثمن، والثانيه ما خرجتوا الزكاه يمنع عنكم ربي الخير والجفاف والماء تشعل، النيران تشعل في الغابه والماء يهون يوضوا عليه، ولا رايتم يصبح ماءكم غورا رميتكم بماء معي. هذه جوجكم.